بعملهاش ما بعملهاش. طب حضرتك ايه دلوقتي اللي بتتكلم وما بتسمعش الكلام بتضربني انا ليه؟ حقك عليا يا فيونكتي. ايوه شفتها اول ما دخلت وشفتني وانا صغننه وحتى ادوك اورنج. اورنج ايه انت كمان؟ مين بقى البلونديه اللي في النص دي؟ انا طبعا انا كنت بلونديه وانا صغيره بس استويت يا اختي استويت. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك لطف فرض بعد الشكوى. شارلوك هولمز. منورين يا جماعة. هو حضرتك ليه محسسنا ان حضرتك مستضيفنا في البيت؟ حضرتك خطفنا يا فندم. ده اسمه خطف. خطف ايه بس؟ ده انا مستضيفكم عندي يومين، مش بعيد بكرة نبقى اصحاب وتعزموني عندكم في البيت. ليه يا رب كده؟ يعني انا يوم لما اتخطف اتخطف مع دول، واللي يخطفني واحد زي ده يا ربي همه على بطني. انت بتقولي حاجه؟ لا 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 خالص، ده انا بقول لحضرتك تيجي تنورنا في اي وقت. عندي كاميليا صاحبتي بتعمل سفره انما ايه هتعجبك جدا، وممكن كمان اديك نسخه من مفتاح الشقه تيجي تنورنا في اي وقت البيت بيتك. برضو بتتفرجي على برامج تانية؟ لا يا انجي لا، الا مفتاح الشقه ده ممكن يسرقها. سرقه ايه اللي بتتكلمي عنها يا مدام؟ حض الله بيني وبين سرقه الشقه. اه ما شاء الله عليك تسرق بني ادمين بس. ما اسمحلكيش تقولي السرقة، أنا مستضيفكم عند يومين وبس. ونعمة ضيافة والله، عقبال ما أشوفهم مستضيفينك في برنامج خلف الأسوار. اخص عليكي يا أنوش، صدقي هقطع معاكي لأن حقيقي النفسية بتبان في الحاجات اللي شبه كده، يعني أنتِ عايزة يطلع في برنامج غير البرنامج بتاعي. وده وقته ده وقته. عارفة يا مدام؟ الكلام ده ياما سمعته من الناس اللي خطفتهم قبل كده، ياما دعوا عليا. بس أول ما بيوصلوا بيوتهم بالسلامة يرجعوا يتصلوا بيا ويقولوا لي ازيك يا سمرلوتي؟ عامل ايه يا سمرلوتي؟ وحشتنا يا سمرلوتي. أبوس إيدك يا أستاذ سمرلوتي، إحنا عايزين نخرج من هنا، يعني بغض النظر عن ذكرياتك الجميلة مع الناس اللي أنت خطفتهم، إحنا عايزين نروح. أنتِ بتقولي لي يا أستاذ؟ ليه بتعملي في روبن؟ ما خلينا عادي سمرلوتي عادي. عارف يا سمرلوتي أنا بجد فرحانة قوي إن أنت اللي خطفتني، أنت حقيقي راجل جنتي، يعني عارف اللي هو اللي بيقولوا عليه داون تو إيرث، يعني وشه في التراب حد كده متواضع وجميل. أنوش الخطف طلع حاجة لذيذة قوي. أمال أنتِ فاهمة إيه؟ منه لله الإعلام الفاسد. هو اللي كره الناس فينا. أيوه بالظبط يا فندم كده، هو الإعلام الفاسد اللي بوظ صورة ناس محترمين زي حضرتك. بيقولوا ان انت اعلاميه فاسده وعندك برنامج بيشوه صورته. ها عشان اخلص منك. ما انا ممكن اقول انك صحفيه والحال من بعضه. صدق انك واطيه. انا واطيه على فكره، ممكن اطول لساني عليكي واهزقك ان بابليك. لا بليز بلاش ان بابليك، خلينا في كلوز. ها عيني. حاضر. تعرفي يا مدام دعاء، الخطف ده ياما عرفني على ناس حلوه زيكم. متشكرين جدا الله يكرمك. بس هي فين مدام دعاء؟ هو مش انت مدام دعاء؟ يبقى انت مدام دعاء. مش انا يا ريس. يبقى انت بقى مدام دعاء. ولا انا يا معلمي. هو مش انت مدام دعاء ومدام ولاء ومدام وفاء؟ لا احنا مدام هباء ومدام منلاء ومدام انجاء. اه ده قصده على دعاء وولاء ووفاء جيراننا اللي في العماره اللي ورانا. وبعدين يا اخويا انت كنت عايز تخطفهم دول ليه؟ ها ده كل شراهم من عندنا شوكوك. قطعوا يا ملت بختك يا منال، يعني يوم ما تتخطفي تتخطفي شكوك. الله يخرب بيتك يا جابر، راح تخطفي ناس غلط. يا نهار اسود، شكلها كده حصل خطا في الاختطاف يا ريس. غلط في الاختطاف؟ طيب حس كده يا فندم، احنا هنستأذن بقى علشان خلاص حصل خطا في الاختطاف وكده، احنا هنستأذن علشان يعني هنمشي بقى ما نعطلكوش. ولو حضرتك انا هضيفك على الفيسبوك ها وعلى تليفونات بقى سمالوتي وهعمل لك عزومه هتعجبك جدا. يلا يا بنات يلا رقصه البطريق بقى يلا. اترزعوا لما نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. منك لله يا جابر، بوظت شرف الناس. استني ما تسرعنيش يا ابني كده خلاص. كارثه يا استاذ سمير، مصيبه يا استاذ علي. ايوه يا فندم يا فندم، ارجوك حاول تتصرف، دي مراتي الوحيده، قصدي يعني ماليش غيرها. انت مش كنت موجود وقت الخطف؟ لا لا
واقف. ايوه انا كنت واقف بس انا خفت اللي يخطفوني معاهم يعني ما عرفتش اعمل حاجه. طلع راجل فنان. لا بسم الله ما شاء الله. طب استنى كلام الجد يتقال. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كلمت ضابط صاحبي وقال لي يعني لو طلبوا فديه ادفع وخلاص. لا انا هطلقها. فديه؟ فديه؟ انت متاكد اللي كلمته ده ضابط؟ اهو والله باين انه ضابط صحيح.